أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة أيتها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب مساءكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة نسعد إياكم بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله شويري، أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء، يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ. الله يحييك ويبارك فيك، سعداء بوجودك معنا، نسأل الله عز وجل ينفع بك. آمين. الله يسعد أيامكم ويجعل هذه الأيام أيام مغفرة وقبول ورضوان، وأن يتمم علينا هذا الشهر بالعتق من النيران. اللهم بارك الله فيكم. نرحب بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات، ولمن أراد طرح سؤالي واستفتائي فالأرقام تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها. أخذ الأخ الكريم جهاد من تونس، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسؤالك. كيفك يا شيخ؟ الله يحفظك ورعاك. جزاك الحمد لله عزيز. الله يحفظك يا شيخ. بلينا اسمنا هني في أهلنا في تونس، معناتها مش عارفين الصيام الإمساك من أول الأذان ولا ثاني أذان، بين لنا بلينا. من أول من الأذان الأول أو هم مش عارفين يمسكوا على الأذان الأول، أنا قلت لهم امسكوا على الأذان الثاني. صح، الثاني نعم. متى يؤذن المؤذن الأول؟ يؤذن قبل الفجر؟ لا، المؤذن قبل الفجر صحيح. طيب سؤال، في سؤال آخر. نزار من العراق، تفضل أخي نزار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك أخي. تقبل الله طاعتكم. كيف حالك شيخ يوسف؟ تقبل الله طاعتك من الجميع. تقبل الله منا ومنك بمحمد ومن جميع الإخوة الحاضرين والمشاهدين. شيخ الفاضل، لدي سؤالان ومداخلة. تفضل. السؤال الأول، عندنا أقرباء في السويد، وقد أفتى علماء السويد بأن صدقة الفطر يكون $20 للشخص الواحد، وهم قد أرسلوا لنا هذا المبلغ إلى العراق، فهل نشتري $20 بكل المبلغ رز ونعطيه الفقراء، أم فقط كيلوان ونصف من الرز والبقية المال نتبرع به إلى الفقراء والمساكين؟ نريد من فضيلة الشيخ أن يشرح لنا إذا كان هناك فرق في السعر بين الدول الأوروبية والعراق. نعم. السؤال الثاني شيخي، أنا عندما أشاهد من الفيسبوك أو القنوات التلفزيونية أذكر الله دائما وأسبح، فهل تسبيحي وذكري لله جائز، علما بأنني فكري مع التلفزيون وفكري مع التسبيح؟ والسؤال الثالث شيخي، في الفيسبوك بعض الأشخاص يرسلون لنا ويقولون اليوم نريد أن نجمع 1,000,000 صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنت أيضا أرسل لأصدقائك صلوا على النبي 10 صلوات أو 15 صلاة، فهل هذا العمل مشروعا شيخ الفاضل؟ والمداخلة أستاذ أحمد، فضل. نحن نرى حال إخواننا في غزة، وقد تكالبت عليه قوى الشر والصهاينة المجرمين وجرحاهم تعدى الآلاف، فلماذا لا يفتح الدول العربية مستشفياتهم ودور العلاج ويرسل طائرات متخصصة لنقل الجرحى لمساعدة هؤلاء المساكين
يا شيخ الفاضل لا يجوز ولا يقبله الله أن نسكت وهم يقتلون وجرحاهم لا يجدون دواء ولا مشافي لمعالجتهم. أين أهل الغيرة؟ أين أهل النخوة؟ نريد من فضيلة الشيخ أن يتكلم في ذلك. وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك أخي الكريم نزار، بارك الله فيك. أعود لكم فضيلة الشيخ، وفي بداية هذه الحلقة المصاب غزة مصاب الجلل تتزايد وتيرته يوما بعد يوم، القتلى بالمئات، القصف تجاوز المنازل على رؤوس ساكنيها إلى المستشفيات على من يسكنها من أو من يرقد فيها من المرضى والأطباء. قصف اليوم مستشفى الأقصى، وهذا القصف أوجد قتلى في المرضى الذين يتعالجون فيه وكذلك الأطباء والممرضين. هذه الحالة التي يعيشها إخواننا هناك في غزة حالة يعني قائمة الآن، وهي تلقي بظلالها ومسؤوليتها على أمة الإسلام. من المسلمين من يملك أن يقول فلا ينطق حرفا، ومنهم من يملك أن يتصدق وينفق فلا يبذل ريال واحد، ومنهم من يملك أن يضغط بشكل كبير لإيقاف هذه الحرب، لإيقاف هذا العدوان، هذه الحرب الغاشمة، فلا يتحرك. هذا الهوان وهذا الخذلان لا شك أن عقوبته عظيمة، ممن أوجب على المسلمين نصرة إخوانهم والوقوف معهم. هذا الأخ نزار يتحدث الآن عن بحرقة ومأساة عما يجري هناك. للأسف الشديد جزء كبير من هذه المأساة التي يعيشها إخواننا شارك فيها من أمة الإسلام من أبناء المسلمين وساهموا بصناعة الشيء الكثير منها. تعليقكم فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما يجري الآن في الأرض المباركة أرض غزة، وهي قطعة من فلسطين، البلد التي بارك الله تعالى فيها، أنا أعتبرها انتصارات وبطولات لأمة الإسلام بأجمعها. فإخوتنا هناك في غزة يقاومون المحتل الغاشم المعتدي بجراراته ودباباته وطائراته ومعداته التي لا تعرف رحمة ولا تعرف عهودا ولا مواثيق، وقد كشر العدو عن أنيابه، فالطائرات تقصف من الجو والصواريخ من الأرض والمدفعيات تجتاح الأراضي، لا تفرق بين شيخ كبير وامرأة عجوز وطفل رضيع ومريض في المستشفى، كل هؤلاء لا يفرق بينهم العدو، يضربهم ضربا بلا هوادة. وإخوتنا هناك ولله الحمد صامدون، وضربوا أروع الأمثلة في البسالة والمقدرة على أن يصنعوا من الشيء البسيط، رغم الحصار الخانق الذي تعيشه غزة ورغم تكالب الأمم ضدهم لا يستطيعون أن يعملوا شيئا، لكنهم استطاعوا الحقيقة أن يبثوا الرعب في نفوس العدو وأن يصلوا إلى عمق ذلك الكيان المحتل الغاشم، مما يدل على هشاشة ذلك الكيان، وأنه إن شاء الله تعالى في أي لحظة يوشك أن ينقضي وينقشع. هذه الأحداث التي تجري في غزة هي أحداث بطولات وبدايات نصر بإذن الله تعالى. أوجه الكلمة إلى أحبتي هناك في غزة، أقول أنتم الآن على ثغر، وأنتم الآن في واجهة، وأنتم تدافعون عن أمة الإسلام كلها، تدافعون عن مقدسات المسلمين، تدافعون عن حرمات المسلمين في هذا الشهر العظيم وفي هذه الليالي المباركة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمدكم بعونه وبنصره، وأن يثبتكم على عدوكم، وأن يرد كيد الغادر الغاشم المعتدي في نحره، وأن يبيده ويأخذه أخذ عزيز مقتدر. الحقيقة الأحداث غيرت معادلات المعركة، غيرت النظرة إلى يعني المسلمين هناك، وأنهم قادرون بإذن الله تعالى على أن يغيروا موازين القوى. هذا الذي حصل خلال سنوات معدودة من تقنيات بسيطة خلال سنوات معدودة، إن شاء الله تعالى نقول المستقبل سيحمل الشيء الكثير الذي يمكن أمة الإسلام وتلك
في تلك البقعة الصغيرة أن تطرد الغاشمة من بلد فلسطين كلها، وأن يتحرر المسجد الأقصى وتتحرر كل أرض فلسطين من أولئك المعتدين الغاشمين. الحقيقة هذه الأحداث استطعنا أن نعرف منها الشيء الكثير، كشفت أقنعة عن تلك الدول التي تتشدق بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وحماية حقوق المستضعفين وإلى غير ذلك، فأصبحت مع العدو الغاشم في مجلس الأمن وفي القوى الكبرى كلها تؤيد وتصفق للعدو الغاشم وتبرر له تصرفه وأن عمله هذا مشروع، وغضت الطرف وأغفلت أعينها عن ما يجري من لأولئك الضعفاء العزل من النساء والأطفال والمرضى وغيرهم، تقصف وتهدم المنازل والمستشفيات على رؤوس المرضى. ففي الحقيقة اتضح الأمر جليا، وأن ما يتشدقون به إنما هو إذا كان لصالحهم ولحماية أنفسهم، أما إذا كانت حرمات المسلمين وأنفس المسلمين هي التي يعتدى عليها، فهم يقفون مع الطرف الآخر مؤيدين له داعمين له. الحقيقة هذه الأحداث تحتم على أمة الإسلام أن تقف موقف الجسد الواحد، موقف الأمة الواحدة، أن تتحقق الأخوة الإيمانية التي أخبرنا الله تعالى عنها بقوله إنما المؤمنون إخوة. فهذا إذا لم نقف مع إخوتنا في مثل هذه الأحداث فمتى نقف معهم؟ نحن بحاجة إلى أن نثبت أننا أمة إذا اشتكى منها عضو تداعى لها سائر الجسد بالسهر والحمى، أمة جسد واحد، ندعمهم بالمال، وهذا جانب من جوانب الجهاد في سبيل الله، بل هو من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله الجهاد بالمال. والله سبحانه وتعالى في كتابه في مواضع كثيرة يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، فمن الممكن أن نعطيهم الأموال ليدافعوا بها عن أنفسهم، ليدافعوا بها عن حرماتهم، ليدافعوا بها عن ليكون فيها أيضا إعانة للمنكوبين الذين خرجوا إلى العراء، ليس عندهم بيوت تأويهم ولا مساكن يأوون إليها، وأصبحوا في الشوارع والطرقات وفي الصحاري ليس لهم مأوى إلا ما يؤيهم الله تعالى به، فنحن بحاجة إلى أن ندعمهم بالمال، وهذا نوع من الجهاد بالمال، وهو من مصارف الزكاة، ولا حرج بل أولى وأفضل ما دفعت فيه الزكاة في مثل هذه الأوقات الراهنة أن تدفع في هذا المصرف، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر من مصارف الزكاة وفي سبيل الله، وهذا من سبيل الله في الدفاع عن المظلومين والدفاع عن حقوق المسلمين والدفاع عما وقع عليهم من اعتداء غاشم من العدو الصهيوني. أيضا الدعاء لهم، هذا أيضا واجب على المسلمين أن ندعو لهم في قنوتنا في صلاة الوتر، كل واحد في دعائه الخاص، في أوقات الإجابة، في ساعة الإفطار، في السجود إلى غير ذلك، فهذا بإذن الله من أعظم الأسلحة الفتاكة التي تنكأ بالعدو وتقوي المسلمين، أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أجل وللأجل انقضاء، فهي بإذن الله تعالى ستصيب هذه السهام، ستصيب العدو في مقتل إذا لجأنا إلى الله تعالى ودعونا لإخواننا، والله سبحانه وتعالى يكافئنا بأن يقال لنا في كل دعوة ندعوها لهم ولكم بمثل ذلك. نعم. أيضا تحريك هذه القضية في الإعلام، في أدوات التواصل الاجتماعي، تويتر، واتساب، اليوتيوب وغيرها، الحديث عما يجري للمسلمين مجازر ضدهم، هذا لا شك أنه يعني نوع من الجهاد بالكلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، هذا من الجهاد باللسان، وكل بما يستطيع نتحدث عن هذه القضية، ولا شك أن الإعلام أصبح له دور كبير الآن ومؤثر في القرارات على مستوى الدول، ودائما ما تتخذ قرارات وتغير أمور لأجل الضغط الإعلامي الذي يأتي من قبل الشعوب، فأمة الإسلام هي أمة متماسكة، أمة الجسد الواحد، يجب أن تظهر هذا الأمر تماسكها ووحدتها وأخوتها إذا حلت بأي من المسلمين نكبة، ولا أشد من هذا الجرح الغائر الذي
عمقه في التاريخ لعشرات السنوات ولا يزال إلى الآن، وهو الحقيقة مصيبة المسلمين الأولى لا تزال هي قضية فلسطين، هي جرحها الأول، وإن تعددت جراح المسلمين لا ينفتئ أو لا يندمل جرح حتى يظهر جرح آخر، إلا أن قضية فلسطين هي الجرح الأول والأهم التي لا تزال هي القضية الأولى التي يجب أن تشغل كل مسلم حتى يتحرر المسجد الأقصى وتتحرر أرض الله المباركة من أولئك المعتدين المحتلين. بارك الله فيك. أشرت فضيلة الشيخ إلى كشف دول تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان وهي يعني لا تمارس دورها في ذلك. هناك من الدول العربية من تغلق معابر العبور إلى هذه الدول، هناك من الدول العربية من تستطيع أن تمارس ضغطا على لإيقاف هذه الحرب لم تفعل شيئا، هناك من الدول من تستطيع أن تسير قوافل العلاج والأدوية والأطباء ولم نسمع شيئا من ذلك. هذا الصمت الرهيب نعم يعني هو ينذر بعقوبة، ينذر بكارثة تحل بنا نحن المسلمين، تحل بهذه الدول التي تمارس هذا الخذلان لإخوانها هناك. أنا أقول والله أخاطب تلك الحكومات والمسؤولين، والله إلا من ندافع عن غزة وندافع عن إخواننا لا يصلن المحتل إلى أراضينا وأوطاننا. هي الحقيقة هي خط المواجهة الأول، فهو إن لم نقم بالدفاع عنهم فالعدو سيتمدد ويفسد، لن يقبل حتى يفسد أراضي المسلمين كلها، إن لم تطأها أقدامه فسيفسدها بتدابيره وتأمره ضد الدول الإسلامية. فهذه الدول الإسلامية بما من الله عليها من أموال طائلة وقدرات تستطيع على أن يعني تدعم إخواننا هناك، يجب وجوبا أن تقف معها وتدعمها بما تستطيع، من كان منهم بحاجة إلى العلاج يعالج، إذا احتاجوا إلى المال يمدون بالمال، إذا احتاجوا أيضا لفتح المعابر، وهنا الدول المحيطة بهم يجب أن تفتح المعابر لهم وألا تكون شريكة للعدو الغاشم في اعتدائه، وإلا فهذا من خذلان المسلمين ومن التعاون مع العدو ضد أبناء المسلمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك وأستأذن الأخوة والأخوات في فاصل إعلان قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة، فابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية ثوب دروش بحلته الجديدة، الراحة زادت والأناقة ارتقت والخامة تطورت. ثوب دروش بطلته الجديدة الحل الأمثل للأناقة. من عجلان وإخوانه منذ 60 عاما ومائدتنا كما هي غنية بالوفاء والحكاية والحب، وطبقنا الذي لا يفارق لحظاتنا، وكبرنا وكبرت سفرتنا عامرة بالسعادة، ويبقى أرز الشعلان عنوان الجودة والطعم الأصيل. أرز الشعلان من زمان أحباب. من المتحدة للسيارات. هديتكم غزلت بها دعاء أخضر الحلل، مشيت بها لمدرستي تحرك فوقها أملي، فبعد الله أشكركم لقد وصلت هديتكم، وها أنا أعبر الدرب إلى نور تبسم لي. جمعية زمزم، كن سباقا لعلاج المرضى الفقراء. ألو، وعليكم السلام. مين يا بابا؟
هذول جمعية البر بالقنفذة، هذول اللي ربوني يا بار. نحن في جمعية البر بمحافظة القنفذة لا نكتفي برعايتهم وتنشئتهم فحسب، بل نستمر معهم حتى يكبروا ويصبحوا فاعلين في المجتمع. شارك معنا في بناء وقف الأيتام لنستمر معهم. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخرج. أنا أحث نفسي حقيقة وأحث إخوتي وأخوات بأن يستثمروا في هذا الوقت بما تيسر، فأنت تجعل لنفسك وقفا في شراء هذا المتر وقد تم، ولكن في بنائه بعد ذلك، وهذا الذي ننتظره منك. وقف الهداية بالخرج أوقاف كثيرة وأجور منك. وقف الهداية للتواصل الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ببريدة. برامج الجمعية: ساعد، سكنة، طموح، التقوية الدراسية، البطاقات الذكية. هل ترغب في كفالة يتيم مدى الحياة؟ شارك في وقف اليتيم الثاني على الحسابات التالية. مشروع الوقف الخيري لجمعية البر بالشعف. أيها المسلمون، إنما لكم في الحقيقة هو ما قدمتموه لأنفسكم ذخرا لكم عند الله. تقدر القيمة الإجمالية للمشروع 9 ملايين ريال. للمشاركة بالوقف مكتب الدعوة ببدر يدعوكم للمساهمة في وقف الهداية الدعوي. ها هو وقف الهداية الدعوي ببدر، واقفا شامخا بعطائه. يريد بدلكم، يريد عطاءكم، يريد صدقتكم. فهيا يا أهل الخير، يا أهل العطاء، يا أهل اليسار، تصدقوا لهذا الوقف. ولا يزال للخير بقية، فساهم فيما تبقى للوقف. وقف الهداية أجر دائم في الحياة وبعد الممات، لك ولمن تحب. اللي يتمطط ويتغير عليك ما يستاهل تلبسه. سروال دروش الجديد بجودته العالمية، نعومة وراحة ومغاط من أجود الخامات. سروال دروش، جودة ما تتغير. هذا البرنامج برعاية مرحبا بكم مرة أخرى، وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم فضيل الشيخ يوسف شبيل. حياكم الله. الله يحييك ويبارك. معي محمد، تفضلي. تفضلي يا أختي، سؤالك. تفضلي يا أم محمد. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أبغى أسأل الشيخ. تفضلي. عقدنا نية العمرة، إحنا مسافرين بالطائرة يوم السبت، وديناها اليوم الثاني، هل تحسب تعتبر عمرة في رمضان؟ مسافرين، عفوا يا أختي. سافرنا يوم السبت قبل رمضان بيوم. نعم. وأخذنا العمرة اليوم الثاني يوم الأحد، هل تعتبر عمرة رمضانية؟ يعني أديت العمرة في رمضان يوم الأحد، نوى العمرة والإحرام يوم الأحد، وأديت العمرة يوم السبت، وأديت العمرة يوم الأحد. أيوة. ممكن سؤال ثاني برضه؟ تفضل يا أختي. ولدي اشتغل صيدلي في صيدلية حكومية، وأحيانا يجيب لنا كريمات وعلاجات يعني احنا محتاجينها، لكن يجيبها على بطاقته ووصفة من عند دكتور، هل يجوز يعني لي اني استخدمها؟ هذا عمله صحيح ولا لا؟ ياخذ وصفه من الدكتور، هو لحالتك مثلا او حاله اهل البيت؟ هو صيدلي في نفس المستشفى. ادري. ايوه، لكن ياخذ هالدواء هذا بموجب وصفه طبيه. ايوه، بطاقته الشخصيه ووصفه من الدكتور. طيب، يلا شكرا. شكرا يا محمد، بارك الله فيك. معي متصل. طيب،
أعود لكم فضيلة الشيخ سؤال الأخ الكريم جهاد، يقول نحن من أهل تونس ويؤذن الأذان الأول الفجر ثم يؤذن بعد ذلك الأذان الثاني، يقول من أهلنا هناك من يمسك الصيام على أول الأذان الأول، ومنهم من يمسك على الأذان الثاني، فأيهما الصحيح وأيهما المشروع؟ نقول الإمساك يكون مع طلوع الفجر لقول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا كان المؤذن الثاني يؤذن على طلوع الفجر فيكون الإمساك مع الأذان الثاني، مع بدء الأذان الثاني. وإذا كان المؤذن الأول يؤذن قبل طلوع الفجر كما هو المعمول به في بعض الدول الإسلامية، تجد أن هناك، وهذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الدول قد لا تطبق ذلك وبعضها يطبقه، يؤذنون أذانين، الأذان الأول يكون قبل الفجر بثلث ساعة أو نصف ساعة، ثم يؤذن الأذان الثاني مع طلوع الفجر، فنقول الإمساك يكون على الأذان الثاني وليس على الأذان الأول. وما يظنه البعض بأن هناك فترة للإمساك قبل طلوع الفجر، يعني إذا أذن المؤذن الأول يمسك ثم يؤذن المؤذن الثاني لأجل الصلاة، صلاة الفجر، هذا غير صحيح. لأن الإمساك مقترن بطلوع الفجر الثاني الذي تباح فيه صلاة الفجر. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. النظام العراقي يقول عندنا أقارب في السويد وأفتوا هناك بأن صدقة الفطر تعادل 20 دولارا، فأرسلوا أولئك الإخوة زكاة الفطر أو هذه الأموال لشراء زكاة الفطر من العراق. يقول المبلغ هذا يفوق قيمة زكاة الشخص الواحد، فهل ندفعه كله أو ندفع المقدار زكاة الفطر وما زاد على ذلك نتصدق به؟ نقول بما أنهم قد أخرجوا هذا المال بنية أنه زكاة فطر، نعم، فيشترى بكل المال طعاما ويوزع على الفقراء. أما كونهم يشترون بما يعادل كيلوين ونصف وهو أقل من 20 دولار والباقي يتصدق به، سيكون بخلاف ما نووا به، فلذلك نقول يشترى بكامل المبلغ طعاما ويخرج على أنه زكاة فطر. لكن أقول للأخ نزار: لا تخرجوا هذا الطعام إلا قبيل العيد بيوم أو يومين، فهم وكلوهم بإخراج الزكاة، ولا مانع من أن يوكل من الآن بإخراج الزكاة، لكن الوكيل لا يخرج زكاة الفطر إلا قبل العيد بيوم أو يومين. بارك الله فيكم يا شيخ. استأذنكم معي أسامة، تفضل. أخي أسامة تفضل. تفضل يا أخي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أسامة. محتين شحالك شيخ؟ مساك الله بالخير. تفضل يا أخي أسامة. محتين نفس السؤال يا شيخ. تفضل. هل ورد في السنة شيء عن صلاة ركعتين عندما الكافر أن يدخل الإسلام؟ نعم، أنا قرأت قصدي من شروط دخول الإسلام عندما يريد الكافر أن يدخل الإسلام أو النصراني أو حتى المرتد، نعم، أن يشرع بنطق الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك يطلب منه الاغتسال. هل بعد الاغتسال يجب عليه أن يتوضأ ويصلي ركعتين؟ هل ورد في السنة شيء عن هاتين الركعتين؟ نعم. أم لا يوجد صلاة ركعتين إطلاقا؟ أم هم مستحبة؟ أريد أن أعرف هل هن شرط أم استحباب أم لم يرد أصلا؟ طيب، صلاة الركعتين هاتين. أسمع إجابة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك أخي أسامة، شكرا. معي نورة، تفضلي. أختي نورة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حبيت أسأل يا شيخ، سواء في صلاة التراويح أو القيام قيام الليل، أيهما أفضل، إطالة عدد الركعات وقراءة جزئية بسيطة من القرآن، أم تقليل الركعات وقراءة مثلا مقاطع كثيرة من القرآن؟ نعم، الله يجزاك خير. بارك الله فيك أختي نورة، شكرا جزيلا لك. أعود لكم فضيلة الشيخ. الأخ نزار يقول: حينما أشاهد القنوات الفضائية أذكر الله عز وجل وأسبح، مع أن بالي مشغول بهذه الكذا ولساني حاضر في ذكر الله عز وجل، فهل لي أجر ذلك؟ نعم، نقول له أجر بذلك، وهذا العمل مشروع حتى وإن كان الشخص منشغلا بشيء آخر. الحمد لله. وهذا فيه امتثال لوصية النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل فقال: يا رسول الله،
إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بعمل أتشبث به، فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. معنى قوله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله أي أنك تذكر الله تعالى على كل الأحوال. فهذا حسن، الشخص مثلا وهو يشاهد برنامج يذكر الله تعالى وهو جالس، حتى وهو يعمل مثلا عمل يؤدي عمل المرأة في بيتها وهي ممكن تطبخ، الرجل مثلا وهو يقود السيارة، حتى وإن كان الذهن منشغل بشيء آخر إشغال اللسان بالذكر هذا يطيب اللسان الحمد لله. ويكسب به الأجر ويكون لسانه قد اعتاد على الكلام الطيب الحمد لله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. في سؤال الثالث يقول ينتشر في الفيسبوك يرسل رسائل نريد أن نجمع مثلا 1,000,000 صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 15 صلاة ثم أرسلها إلى كذا شخص، مشروعية هذا العمل؟ لا، هذا العمل ليس مشروعا، وهذه من الرسائل التي نحذر منها دائما. عندما ترسل رسالة ليس فيها إحياء للسنة أو يعني يكون فيها ذكر لشيء أو اعتياد على شيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يتفقون على أن يصلوا مثلا 100 مرة أو 1,000 مرة أو 1,000,000 مرة، كل هذا لا أصل له. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. عين ميم سين يقول هل أستحق الزكاة علما بأني مدين ب60,000 ريال سلف من بعض زملائي وعندي كذلك قرض للبنك؟ يعني احتاج نعرف كم دخله، هل له دخل؟ دائما نقول إذا كان الشخص عنده دخل يستطيع أن يسدد به الديون التي عليه في آجالها إذا حلت، يعني قد يكون الشخص أخذ تمويل من البنك وعليه ديون من زملائه لكن يستطيع أن يسدده من دخل يأتيه، في هذا الحال لا يستحق الزكاة. أما إذا كان الدخل الذي لا يأتي الذي يأتي لا يكفي لسداد الديون التي عليه، لا يكفي لسداد الديون التي عليه، أو كان الدين مثلا مؤجلا ويعرف من حاله أنه إذا حل القسط فإنه لا يستطيع أن يشدد ذلك الدين، ففي هذا الحال يستحق الزكاة. بارك الله فيكم. هذه تقول أمي أخذ لها تحليل سكر وهي صائمة وأخذوا منها 3 براويز دم، ما حكم صيامها من وهل تفطر بذلك العمل؟ هذا سؤال من حصة الحربي. صيامها صحيح الحمد لله، والتحليل سواء كان تحليل دم تحليل سكر إلى أو تحليل لأي شيء آخر فإنه لا يفطر حتى ولو خرج منها دم كثير. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أم محمد تقول سافرنا يوم السبت وأخذنا العمرة يوم الأحد، هل تعتبر هذه العمرة في رمضان؟ نعم، بما أنهم أدوا معظم أعمال العمرة وهي الطواف والسعي في رمضان فتعد عمرة في رمضان، لا يؤثر حتى ولو كان حتى ولو كانوا قد أحرموا قبل دخول رمضان. نعم، لأن متى نعتبر أن العمرة في رمضان؟ إذا كان معظم مناسكها قد أدي في رمضان، فهم قد أدوا الطواف والسعي. بارك الله فيكم. ولدها صيدلي ويأتي لها بأدوية من نفس الصيدلية التي يعمل فيها بموجب بطاقته الشخصية كما ذكرت ووصفة طبية من الطبيب. نحن نعرف أن العلاج الذي في المستشفيات الحكومية هو للمحتاجين من المرضى، فإذا كانوا هم بحاجة إلى ذلك الدواء ووصف لهم ذلك الدواء بناء على وصفة طبية والطبيب قرر أنهم بحاجة لذلك الدواء فلا حرج في أخذهم واستعمالهم لذلك الدواء. بارك الله فيكم. الأخت نور تقول بنت عمي تزور أختها في مكة في رمضان وكل يوم تحرم من منزلها وتأتي بعمرة، فهل عملوا هذا صحيح؟ لا، هذا العمل غير مشروع. الاكثار من أداء العمرة أثناء الإقامة في مكة هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما غاية ذلك أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في حجة الوداع لما أدت حجها أتت بعمرة بعدها. نعم، فلذلك نقول ممكن في السفرة الواحدة إذا رغب الشخص وكان يشق عليه أن يأتي في سفرة أخرى أن يأتي بعمرة أخرى فيذهب إلى الحل أو إلى التنعيم ويحرم من هناك ثم يرجع فلا حرج مرة ثانية، أما أن يكثر 3, 4, 5 مرات 10 مرات فهذا غير مشروع. بارك الله فيكم. أسامة يقول هل ورد في السنة أنه حينما يسلم الشخص وينطق الشهادة ثم يغتسل أنه يؤدي ركعتين، هل ورد بهذه السنة شيء؟ لا أعلم أن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وإنما لو أمر بالاغتسال فهذا حسن. نعم، لو أمر بالاغتسال فهذا حسن، أما وليس بشرط، فلو لم يغتسل فإسلامه صحيح، لأن شرط الدخول في الإسلام النطق بالشهادتين، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الاغتسال والركعتين ليست الاغتسال هذا إن فعله فهو حسن لوروده في قصة ثمامة بن غفال وغيره، لكن لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقية الصحابة الذين أسلموهم بالعشرات بل بالآلاف
أسلم ولم ينقل أنه أمر كل منهم أسلم بأن يغتسل. بارك الله. وأما ركعتان فلا أعلم أن لها أصلا. نورة تقول هل المشروع في صلاة التراويح إطالة الركعات أم إطالة يعني عدد الركعات يصلي الإنسان عدد أطول أم أن يطيل الركعات بقراءة أطول؟ نقول الأفضل هو ما كان أصلح للقلب، فإذا كان أصلح لقلب الشخص وأحضر له وأيسر عليه أن يطيل في القراءة ويمد في الصلاة ويقلل من الركعات فهذا أفضل. أما إذا كان الأخشع له والأصلح لقلبه أن يزيد من عدد الركعات ويقلل من مقدار من قيامه في الصلاة فهذا أفضل. بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف الشبيلي، عضو أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء، شكر الله لكم. شكر الله لكم، بارك فيكم. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة حتى الملتقى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، ونشهدك يا ربنا بأننا نحبك ونحب ملائكتك ونحب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشهدك بأنه قد أدى الأمانة، اللهم إنا نشهدك بأنه بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد فيك حق جهاده. اللهم فاجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته.